إذا أتاك المال في المنام يفسر على 4 أوجه، إما إنه رزق عام غير معلوم المصدر، أو إنه مال فعلا يأتيك بالعدد وبالكمية اللي أنت شفتها، أو إنه ثناء حسن من أحد الأشخاص اللي بيعطيك المال، أو إنه خبر سار يأتي إليك يسر قلبك كما يسر قلبك رؤية المال. ولكن إذا نثر عليك أحد الأشخاص مال على حسب رؤية المال، إذا كان مال جديد وجيد فهو كلام وثناء حسن، إذا كانت المال نفسه أو الفلوس نفسها مقطعة وقديمة ومبهدلة فهو ثناء غير حسن، وإذا كانت المال أو الأموال دي كلها اللي بيديها لك مزيفة فهو إنسان يكذب عليك. أما إذا أعطاك شخص فلوس في قلب محفظة مقفولة أو في قلب صندوق مقفول أو في قلب سرة مقفولة فهو يفضي إليك بسر، وكذلك أنت إذا أعطيته نفس الوضع فهو أنت بتعطيه سر، وما دام أعطيته السر فما بقاش سر، خلي سرك في بير، والله أعلم.